أبناء الطلبة والطالبات، طلبة الصف الأول الثانوي، إن شاء الله هناخد دلوقتي تمارين بنك المعرفة وتمارين المعاصر على الدرس الأخير اللي احنا شرحناه في الهندسة اللي هو تطبيقات التناسب في الدائرة. أول ما هنبدأ نقول بسم الله وعلى بركة رسول الله نبدأ، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم أول تمرين هناخده زي ما انتوا شايفين في الشكل المقابل. لو انتوا شفتوا قدامكم ان انا عندي ده مماس، الف باء مماس، الف باء مماس، والف دال ده عباره عن وتر تقاطع مع المماس خارج الدائره في النقطه الف. يبقى انا عندي هنا وتر ومماس تقاطعهم في النقطه الف. طبعا زي ما احنا خدنا في الدرس اللي فات ان لو وتر ومماس تقاطعهم خارج الدائره فان قياس الزاويه المحصوره بينهما بتساوي نص الفرق بين القوسين. نص الفرق بين القوسين يعني نص قياس القوس الكبير ناقص قياس القوس الصغير. طيب فان س بتساوي، وفي اختيارات موجوده عندي، طب احنا هنحل ونجيب قيمه س وبعد كده نختار الاجابه الصحيحه. يلا ركزوا معايا كده وبالراحه، يلا حبايبي ان شاء الله ربنا يوفقكم ونحل كل التمارين بسهوله ويسر باذن الله. طبعا انا عندي هنا قياس الزاويه المحصوره بين المماس والوتر اللي هي قياس زاويه ا اللي هي هنا س زائد 25. يبقى انا اقول هنا س زائد 25 هتساوي نص الفرق بين القوسين اللي هي قياس القوس الكبير ناقص قياس القوس الصغير. طب قياس القوس الكبير هو على طول ب 170 درجة والقوس الصغير ب 80 درجة، يبقى تساوي 170 ناقص 80، يبقى هتساوي نص في 170 ناقص 80 هتساوي 90، ديت اللي هي س زائد 25. معناها ان س زائد 25 تساوي نص في 90 بتساوي 45. هنقل 25 الطرف الثاني باشاره مخالفه، يبقى س هتساوي 45 ناقص 25 ده هتساوي 20 درجه. يبقى انا بشوف الاختيار الصحيح، س بتساوي 20 درجه، واروح اشوف الاختيارات 20 40 30 100. يبقى الاختيار الصحيح اللي هو الاختيار الاولاني اللي هو ايه 20. كده نبقى احنا حلينا التمرين ده بسهوله بمنتهى السهوله، وهو تمرين سهل ما فيش فيه اي حاجه، بس ابقى مركزه واخده بالي من التمارين من النظريات اللي انا خدتها قبل كده ومن الملاحظات اللي انا قلتها في الدرس اللي فات، ان قياس الزاويه المحصوره بين وتر ومماس تقاطع خارج الدائره اللي هي نص الفرق بين القوسين نص قياس القوس الكبير ناقص القوس ايه الصغير. ويلا يا حبايبي نكمل تماريننا. التمرين اللي بعد كده اختار الإجابة الصحيحة. يلا ببساطة كده بس وأنا بقرأ أقرأ بهدوء وبالراحة وأطلع معلوماتي من المسألة اللي موجودة قدامي عشان أقدر أحلها حل صحيح وما أخسرش أي درجات. أول واحدة، إذا كانت ميم دائرة طول نصف قطرها 3 يبقى نقب 3، ده أول معلومة عندي إن نقب كام ب3. ألف نقطة في مستويها حيث ميم ألف بتساوي 4. ميم ألف بتساوي 4، فإن قوة ألف بالنسبة لميم بتساوي الاختيارات الأربعة موجودين، أنا هحلها وبعد كده أروح أختار الاختيار بتاعي. طيب أنا عندي هنا قوة ألف بالنسبة لميم أنا أعرفها إن هي عبارة عن ميم ألف تربيع ناقص نق تربيع. طيب بتساوي ميم ألف عطالب 4، أربعها 4 في 4 ب16 يعني 4 تربيع ناقص نق ب3، 3 تربيع، 4 تربيع يعني 4 في 4 ب16 ناقص 3 تربيع يعني 3 في 3 ب9، 16 ناقص 9 كام؟ 7. تمام؟ يبقى أنا عندي الاختيار الصحيح اللي هو قوة أ بالنسبة لميم بكام؟ ب7. أروح أشوف الاختيار 7، يبقى الاختيار الثالث هو ده الاختيار الصحيح. نكمل التمرين اللي بعد كده. إذا كانت ميم دائرة وألف نقطة في مستويها حيث ميم ألف ب6 وقوة ألف بالنسبة لميم بسالب 13 فإن مساحة الدائرة بتساوي. طيب أنا هقول له أنا عايزة قوة ألف بالنسبة لميم قانونها اللي هو عبارة عن ميم ألف تربيع ناقص نق تربيع. طب قوة ألف أعطاها لي بسالب 13، ميم ألف تربيع ب6 تربيع اللي هي 36 ناقص نق تربيع. في الحالة ديت أنا عايزة نق تربيع، يبقى نق تربيع هوديها الطرف ده بإشارة موجبة وأجيب سالب 13 الطرف التاني بإشارة موجبة، يبقى هيبقى 36 زائد 13 اللي هي عبارة عن 49، ديت اللي هي نق تربيع.
ب49، ده معناته انه نق ب7. لو انا خدت جذر التربيع للطرفين اهي، يبقى النق طلعت بكام؟ ب7. طيب انا مش عايزه نق، امال انا عايزه ايه؟ انا عايزه مساحه الدايره. طيب مساحه الدائره معروفه ان هي باي نق تربيع، يبقى مساحه الدائره اللي هي باي نق تربيع تساوي باي اللي هي 22/7، عطاها لي في نق تربيع ب49، هلاقي الاجابه عندي 154. يبقى انا هضرب عندي مساحه الدائره اللي هي باي نق تربيع تساوي 22/7 في 49، هلاقيها طلعت بالاله الحاسبه لو انا ضربتها 154. يبقى الاجابه رقم 1 هي الاجابه ايه؟ صحيحه. يلا نكمل تمريننا. تعالوا هنا في الشكل المقابل على ما انتوا شايفين قدامي دايره. طيب ألف باء قطر وميم مركز الدايرة، على ما احنا شايفين ألف باء قطر، جيم باء مماس يمس الدايرة عند النقطة باء، جيم باء مماس بيمس الدايرة عند النقطة باء. طبعا احنا خدنا في تالتة إعدادي إن نصف القطر عمودي على المماس، نصف القطر عمودي على المماس، معنى كده إن زاوية باء دي بتسعين درجة، زاوية باء بتسعين درجة. طيب أعطيني ألف دال بتسعة سنتي ودال جيم ب16 سنتي، طالب مني نق بكام وطالب مني مساحة المثلث ألف باء جيم بكام. طيب أنا هحل أول حاجة وأحاول أجيب له نق. طيب هنشوف عندي، لو أنتم ملاحظين ونسترجع القوانين اللي احنا خدناها قبل كده، باء جيم مماس وألف جيم ديت وتر، الوتر تقاطع مع المماس خارج الدائرة في النقطة ميم، ده معناته إن أنا هقول إن مربع المماس يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر. مربع المماس اللي هي باء جيم تربيع، ديت النظرية إحنا واخدينها قبل كده، مربع المماس اللي هي باء جيم تربيع تساوي حاصل ضرب جزئي الوتر، يعني من عند نقطة التقاطع لحد بداية الوتر، من نقطة التقاطع لنهاية الوتر، ما تنسوش ديت لأن ديت اللي بتوقعكم في التمارين، من عند نقطة التقاطع لبداية الوتر في من نقطة التقاطع لنهايته، يبقى من نقطة التقاطع لبدايته جيم دال في من نقطة التقاطع لنهايته جيم ألف، يبقى جيم دال في جيم ألف، جيم دال في جيم ألف، يبقى هي معناها تساوي 16/9، دي اللي هي باء جيم تربيع. هاخد الجذر التربيع للطرفين، يبقى أنا إذن هلاقي باء جيم تساوي 16 بتخرج من تحت الجذر 4 والتسعة تخرج ب 3، يبقى 4 في 3 بإيه؟ لا تاني نكمل، باء جيم هتساوي 16 في جيم ألف تربيع كلها ب25، مش 9، 25، يبقى 16 في 25 ده معناته إن 16 هتخرج ب 4 و25 هتخرج ب 5، يبقى إذا باء جيم هتبقى 20 سنتي، باء جيم كلها ب 20. طيب أنا قلت لكم ان نصف القطر عمود على المماس، معنى كده ان زاويه باء دي ب90 درجه، يعني انا اقدر اطبق نظريه فيثاغورس في المثلث ا ب ج واجيب طول ا ب، يبقى ا ب تربيع هتساوي مربع الوتر ناقص ضلع القيمه اللي هو باء ج تربيع، يبقى هتساوي طبعا مربع الوتر طوله 25 تربيع اللي هي 625 ناقص مربع ضلع القيمه انا جايباه ب 20، يبقى مربع 400 دي هتديني 225، يبقى اذا ا ب بتساوي 15. طيب ا ب عندي اللي هي قطر، يبقى اذا نصف القطر ب 7.5 اللي هي 15 على ايه؟ على الاثنين، يبقى اذا النق هتساوي 15 على الاثنين اللي هي 7.5. طبعا انا هشوف الاختيار 15 على 2، 15 25 25 على 2، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو 15 على 2، ده الاختيار رقم 1. طيب ايه اللي هو طالبه بعد كده؟ طالب مني مساحة المثلث ألف باء جيم، طبعا انتوا شايفين المثلث قائم في باء، يبقى مساحة المثلث هتساوي نص القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث تساوي نص القاعدة في الارتفاع، يبقى هتساوي نص في، لو انا خدت القاعدة اللي هي ألف باء اللي انا جبتها ب15 وخدت الارتفاع اللي هو باء جيم ب20 على الاتنين فال 21 على 2 فال 10، يبقى 15 في 10 ب150 سنتي مربع، وراح اشوف الاختيار الصحيح. عندي هنا طبعا الاختيارات
مساحة المثلث 125 250 150 100، يبقى الاختيار الصحيح اللي هو 150، الاختيار رقم 3. أبنائي الطلبة حبايبي، إن شاء الله نكمل تماريننا وإحنا كده ماشيين تمام التمام، وأنتوا ما شاء الله ممتازين، وإن شاء الله تبقوا دكاترة ومهندسين، وربنا يحقق لكم كل اللي أنتوا بتتمنوه يا رب، وتجيبوا أعلى الدرجات، وربنا يوفقكم جميعا. إن شاء الله هنكمل وناخد التمارين اللي بعد كده، وركزوا معايا وبهدوء خالص. الرياضة بتحب إنك تحلها وأنت هادي ومطمئن، وتكون مطلع على كل القوانين. ناخد التمرين اللي بعد كده. اول ما تشوف التمرين هتقولوا لي دول وترين متقاطعين داخل الدائره، وترين متقاطعين داخل الدائره، بجيب قياس الزاويه اللي بينهم. افتكروا يلا معاي، قياس الزاويه المحصوره بين وترين متقاطعين داخل الدائره بتساوي نص مجموع القوسين، نص مجموع القوسين المقابلين. قياس الزاويه المحصوره بين وترين متقاطعين داخل الدائره بتساوي نص مجموع القوسين. طيب يشوف ايه اللي هو طالبه، طالب عين. طيب اول حاجة واعطينا قياس الزاوية ديت ب 110، يبقى انا هقول له 110 هتساوي نص مجموع القوسين. طيب القوسين اللي هم كام؟ القوس الاولاني اللي هو ب د، يبقى انا هقول 110 تساوي نص مجموع القوسين. القوس الاولاني اللي هو ب د اللي هو 130 درجة، 130 زائد القوس الثاني اللي هو 3 عين. واكمل واشوف. طبعا هضرب الطرفين في 2 عشان اتخلص من النص ده، هضرب هنا في 2 وهنا في 2، يبقى انا عندي هنا 220، 110 في 2 ب 220 تساوي 130 زائد 3 عين. هودي 130 الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى إذا 3 عين هتساوي 220 ناقص 130، يبقى عندي هنا 3 عين هتساوي 90 درجة، يبقى عين هتساوي 30 درجة. على فكرة دي في التمرين 2 عين مش 3 عين، دي 2، طيب انا شفتها 3، يبقى انا هقول هنا عندي هنا 2 عين هتساوي 220 ناقص 130 هتساوي 90، هقسم على الاتنين، يبقى عين هتساوي 45 درجة اهي، وادور على الاختيار الصحيح لعين هلاقيه 45 درجة اللي هو الاختيار رقم 2 اهو، ده الاختيار رقم 2 ده والاختيار الصحيح. يلا نكمل تمرين حبيبي ونشوف التمرين اللي بعد كده. على ما احنا شايفين كده اهو في التمرين، دول عبارة عن ممثان، ممثان تقاطعهم خارج الدائرة في النقطة ألف. الممثان لما يتقاطعهم خارج الدائرة في النقطة ألف، يبقى قياس الزاوية المحصورة بينهما تساوي نص الفرق بين القوسين، نص الفرق، نص قياس القوس الكبير ناقص قياس القوس الصغير. طيب لو احنا جينا شفنا، انا عندي الزاوية بين الممثلين عين، وهنا القياس القوس ده ب30 زائد 5، والقوس ده هو ب130. طيب ايه العلاقة بين 130 و30 زائد 5؟ طبعا قياس القوسين دول بيكونوا الدايرة كلها. قياس القوس 130 زائد القوس 30 زائد 5 بيكونوا الدايرة كلها، وقياس الدايرة كلها ب360 درجة. يبقى انا عندي هنا قياس الدائرة بتساوي 360 درجة، اللي هي عبارة عن قياس القوس الصغير زائد القوس الكبير. ده معناته ان 3 س زائد 5 زائد 130 هتساوي 360 درجة، يبقى معناته 3 س زائد 135 بتساوي 360، يبقى 3 س هتساوي، هنقل 135 الطرف الثاني بإشارة مخالفة، يبقى 360 ناقص 135، يبقى 3 س هتساوي 225، هقسم على 3، يبقى اذا س هتساوي 775 درجة. يبقى قيمة الس هتساوي 75 بحطها في التكملة، يبقى هنا س ب 75. طيب انا عايزة قياس زاوية عين. طيب زاوية عين، قياس عين انا قلتها اللي هي بتساوي نص الفرق بين القوسين،
نص الفرق، نص قياس القوس الكبير ناقص قياس القوس الصغير. طيب قياس القوس الكبير اللي هو 3 س زائد 5، 3 س ب 225 زائد 5 يعني 230، ناقص قياس القوس الصغير ب 130 يعني نص الفرق بينهم، نص في 230 ناقص 130 ب 100، نص في 100 ب 50 درجة، يبقى إذا قياس زاوية عين ب 50 درجة، أقوم كاتباها 50 درجة أهي. يبقى أنا كده خلصت إيه حل التمرين، شايفينه طبعا كويس وشفت خطوات الحل ايه كويس. نكمل يلا باقي تماريننا. الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم عندي ألف بعد مماس وألف دال، ديت عبارة عن قطر تقاطع مع المماس خارج الدائرة في النقطة ألف. طيب على ما انتوا تشوفوا كده على طول، القطر انتوا عارفين ان القطر بيقسم الدائرة لنصين، كل نص قياسه 180 درجة. احنا عارفين ان الدائرة كلها قياسها 360 درجة، يعني كل نص ب 180 درجة. القطر بيقسم الدايرة لنصين متساويين، النص ده 180 والنص اللي فوق 180. طيب النص اللي فوق هيساوي قياس ايه؟ قياس القوس س زائد قياس القوس ص. يبقى انا هقول له قياس القوس س زائد قياس القوس ص هيساوي 180 درجة. تمام، دي رقم واحد. طيب عطينا قياس الزاوية المحصورة بره هي بتساوي 30 درجة، وانتوا عارفين ان الزاوية 30 قياسها بيساوي نص الفرق بين القوسين، يعني انا نص قياس القوس الكبير اللي هو س، يعني نص قياس القوس س ده ناقص قياس القوس ص يساوي 30 درجة اللي هو عطاها لي. ده معناته ان انا لو ضربت الطرفين في 2، هنا في 2 وهنا في 2، يبقى قياس س اللي هو القوس س ناقص قياس القوس ص هيساوي 60 درجة. ده قياس قوس وده قياس قوس، ده رقم 2. هحل 1 و2 مع بعض واطلع قياس القوس س وقياس القوس ص. يلا معايا كده، يبقى انا اقول هنا قياس القوس س زائد قياس القوس ص يساوي 180، وتحتها المعادلة الثانية قياس القوس س ناقص قياس القوس ص هيساوي 60. هجمعهم على بعض، دول يروحوا مع بعض، يبقى 2 من قياس القوس س هيساوي 180 زائد 60 240، اقسم على الاثنين يبقى قياس القوس س هيساوي 120 درجة. هشوف الاختيار الصحيح، قياس القوس س 120، ده الاختيار رقم ايه؟ 2. يلا كده خدنا الاختيار الاولاني، تعالوا نكمل ونجيب الاختيار الثاني. طيب انا طالما طلعت قياس القوس س هقوم اعوض عنه في اي واحده من المعادلتين دول، في الاولانيه مثلا يبقى انا هحط 120 زائد قياس القوس ص هتساوي 180. هنا ال 120 الطرف الثاني باشاره مخالفه، باشاره سالبه، يبقى اذا قياس القوس ص هيساوي 180 ناقص 120 هيساوي 60 درجة. واشوف الاختيار الصحيح عندي، قياس ص هيساوي 60 درجة، اهي يبقى ده الاختيار ايه الصحيح. يلا نكمل بقى تماريننا. التمارين اللي انتوا شايفينه قدامكم ركزوا فيه، يلا انتوا ممتازين وهتحلوه معايا على طول، ركزوا في التمرين. طب انتوا شايفين ايه؟ صح، الف باء مماس. طيب وايه كمان؟ والف دال وتر تقاطع مع المماس خارج الدائره في النقطه الف. طيب احنا خدنا قبل كده نظريه بتقول ان مربع المماس يساوي حاصل ضرب جزئي الوتر. حاصل ضرب جزئي الوتر بجيبها ازاي؟ من نقطه التقاطع لحد بدايه الوتر، من نقطه التقاطع لنهايه الوتر. طيب يعني انا هقدر اقول دلوقتي ان الف باء تربيع هتساوي ا ج في ا د. تمام،
طيب هو عاطين ألف باء بخمسة جذر ثلاثة، يبقى أنا أقول خمسة جذر ثلاثة تربيع تساوي ألف جيم في ألف دال. طب ركزوا معايا كده، هو قال لي في الشكل إن جيم منتصف ألف دال، يعني ألف جيم بتساوي جيم دال، ألف جيم بتساوي جيم دال. طيب أنا لو قلت إن ألف جيم دهيتي هقول إن هي عبارة عن سي، وجيم دال زيها بسي. طب نشوف هنا، مربع المماس يساوي ألف جيم اللي هي سي في ألف دال كلها سين وسي، يعني اتنين سي، يبقى إذا خمسة جذر تلاتة اللي هي خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وجذر تلاتة في جذر تلاتة بتلاتة، يبقى خمسة وعشرين في تلاتة بخمسة وسبعين تساوي سين في تلاتة سين، سين في اتنين سين، سين في اتنين سين باتنين سين تربيع. ركزوا أوي في ديت لأن في طلبة كتير بيغلطوا فيها، سين في اتنين سين باتنين سين تربيع. يبقى أنا عندي هنا سين في اتنين سين هتساوي اتنين سين تربيع، تمام كده. يبقى احنا هنكمل، يلا نكمل تمريننا. دي خمسة جذر مش جذر تلاتة، خمسة جذر اتنين، أنا كنت شفتها غلط. يبقى دي خمسة جذر اتنين تربيع هتساوي سين في اتنين سين، طبعا خمسة جذر اتنين تربيع خمسة في خمسة في خمسة وعشرين، وجذر اتنين في جذر اتنين باتنين، يبقى خمسة وعشرين في اتنين بخمسة، دي خمسة تساوي اتنين سين تربيع، هقوم أقسم على الاتنين، يبقى أنا عندي هنا دي خمسة وعشرين تساوي سين تربيع، معناتها إن سين تساوي إيه؟ خمسة. باخد جذر التربيع للطرفين تديني سين بخمسة. طيب ده معناته إن أنا عندي ألف جيم بخمسة وجيم دال بخمسة، هو طالب مني طول جيم دال اللي هي إيه؟ خمسة سنتي، ويبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم واحد، تمام كده. طيب بعد كده إيه اللي هو طالبه؟ عايز قوة ألف بالنسبة لميم، قوة ألف بالنسبة إلى ميم أهي، قوة ألف بالنسبة إلى ميم أنا واخدها في درس اللي فات اللي هو آخر درس في الهندسة اللي عبارة عن مربع المماس. قوة ألف بالنسبة إلى ميم بتساوي مربع المماس. طيب مربع المماس اللي معناها إن هي ألف باء تربيع اللي هي عبارة عن خمسة جذر اتنين تربيع، قلت خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، وجذر اتنين في جذر اتنين باتنين، يبقى خمسة وعشرين في اتنين تساوي خمسين. واروح اشوف الاختيار الصح هو انهو، ديت هنا خمسين ومية خمسة وسبعين وتسعين وخمسة وعشرين جذر تلاتة، يبقى الاجابة الصحيحة اللي هي ايه؟ خمسين. وكده حبايبي نكون خلصنا كل تمارين بنك الاسئلة وكتاب المعاصر، وان شاء الله هنكمل لكم في تمارين كتير جدا لسه هنحلها بعد كده في الهندسة، وربنا يوفقكم جميعا في الفيديوهات القادمة. واللي يكون بيستفاد من الفيديوهات يعمل اشتراك ويعمل لايك، وإذا محتاجين أي تمرين أو محتاجين أي تعليق تقولوه اكتبوه في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.